الحناشي كنت تتحدث عن كنا نتحدث عن ربما هدف استراتيجي في النهايه. نعم. النهضه الان في تونس ممثله بوزيره بحقيبه وزاريه واحده وثلاثه كتابات دوله فقط. نعم. ما الذي يهدف له الاسلاميون يعني من وراء هذه المشاركه الرمزيه دعني اقول؟ نعم. يعني من الصعب طبيعي الحال الاجابه الدقيقه على هذا السؤال، لان حتى اجوبه قيادات حركه النهضه تبدو متناقضه. يعني هناك من يعتبر أن هذا الوجود هو رمزي، هو دعم لهذه التجربة الديمقراطية الوليدة أو الناشئة. هناك من يعتقد أن وجودهم في السلطة هو كذلك تمرين على العملية السياسية والديمقراطية. ولكن بشكل عام أنا أرى أن هذا الخيار برغم هذا الضعف التمثيلي إلا أنه باعتقادي هو يمثل حكمة. لماذا؟ لأن تجربة الإسلام السياسي في تونس هي تجربة مغايرة لما موجود في المغرب، بقية المغرب العربي. مثلا نعطيك مثال، في تونس أول مرة يسمح للإسلاميين في تونس أن يمارسوا السلطة، سواء السلطة المحلية ما زالت بطبيعة الحال، ولكن السلطة السياسية، عكس المغرب. في المغرب هذا الحزب رغم أنه نشأ بعد النهضة إلا أنه كانت له فرصة في الممارسة السياسية سواء في التشريعية أو كذلك في البلديات والمحليات. وكذا الأمر لو كان نقارنه الآن، طبعا أنا مع احترامي لضيفك الكريم من ليبيا، التجربة مختلفة تماما. يعني تجربة مختلفة في نقطة، مثلا في نقطة أن في ليبيا الحركة الإسلامية وخاصة حزب البناء، يعني قضية العزل السياسي هذا